اسمع يا فانيا، إن ما سأقوله يؤلمني وما كنت أحب أن أقوله. ينبغي أن أتكلم بصراحة بلا لف ولا دوران كما يليق بكل رجل شريف مستقيم. هل تفهمني يا فانيا؟ يسرني أن تكون الآن هنا، ولهذا أريد أن أتحدث بصراحة، وذلك حتى يفهم الآخرون أن جميع هذه السخافات وهذه الدموع وهذه التنهدات تزعجني أخيرا. إن الشخص الذي انتزعته من قلبي، ولعلني إذا فعلت ذلك قد آلمت قلبي وأدميته، لن يعود إلى قلبي أبدا. نعم، سأفعل ما قلته. إنني أتحدث الآن عما وقع منذ 6 أشهر، على تفهمني يا فانيا. ولئن كنت أتحدث عن ذلك الآن بمثل هذه الصراحة فلكي لا تخطئ التقدير يوما فتسيء فهم كلامي. قال ذلك وهو يثبت في نظراته الملتهبة ويتحاشى نظرات زوجته المذعورة. أعود فأقول، لا أريد بعد الآن هذه السخافات. إن الأمر الذي يضنيني أكثر من كل شيء ويثير أعصابي هو أن الجميع يظنون أن من الممكن أن تخامرني عواطف حقيرة مسكينة إلى هذا الحد، كأنني امرؤ غبي تافه. يظنون أنني أجن الآن ألما. كل هذا سخف، لقد انتزعت عواطفي القديمة ونسيتها إلى الأبد. لم يبقى لي من ذكريات، كلا ثم كلا ثم كلا. ونهض فجأة وضرب بيده على المنضدة فأخذت الأقداح ترن. نيكولا سيرجيتش، ألا ترحم آنا أندريفنا؟ انظر ماذا تفعل بها. قلت ذلك وقد نفد صبري ونظرت إليه فيما يشبه الاستياء، إلا أنني ما زدت بهذا على أن أصب فوق النار زيتا. فإنه ما أن سمع كلامي حتى قال وهو يرتجف ويمتقع لونه، لا، لست أرحم أحدا، إذ ليس يرحمني أحد. لا أرحم أحدا لأنهم في بيتي يحكون المؤامرات علي، أنا الذي تلوث شرفي في سبيل ابنة فاجرة خليقة بكل أنواع العقاب واللعن. نيكولا سيرجيتش يا عزيزي، لا تلعنها، اعمل ما تشاء ولكن لا تلعنها. فصرخ العجوز بصوت أقوى، بل سألعنها، لأنني أنا الذي أهنت، وتطلبون مني فوق ذلك أن أذهب إلى هذه الملعونة أطلب منها العفو والمغفرة. نعم نعم، هذا ما يراد مني. إنكم تعذبونني بهذا كل يوم ليلا ونهار في عقر بيتي بالدموع والإهانات والتلميحات السخيفة، تريدون أن يرق قلبي. اسمع يا فانيا، قال ذلك متوجها إلي وهو يسارع فيسحب من جيبه بيد مرتعشة أوراقا، هذه خلاصات من الملف. إنني أنعت بأنني لص محتال، وبأنني سرقت الرجل الذي أحسن إلي، لقد ثلم شرفي بسببها. خذ انظر انظر. وأخذ يسل من جيب سترته أوراقا شتى يرميها على المنضدة واحدة بعد واحدة، محاولا أن يعثر بينها وهو يرتجف ويهتز على الورقة التي كان يريد أن يطلعني عليها، غير أنه لم يجدها. فنفد صبره فانتزع من جيبه كل ما وجدته فيها يده، فإذا نحن نسمع فجأة رنين شيء ثقيل يسقط على المنضدة. فانطلقت من صدر آنا أندريفنا صرخة، كان ذلك الشيء هو النشان الذي فقدته. ما كدت أصدق عيني، وصعد الدم إلى رأس العجوز فاحمر وجهه حتى صار كالأرجوان وارتعش. فوقفت آنا أندريفنا مكتفة ذراعيها وألقت على زوجها نظرة توسل وضراعة، كان وجهها يشرق بأمل مشع. ما هذا الإحمرار الذي يصبغ وجه العجوز؟ ما هذا الاضطراب؟ لا، إنها لم تخطئ، لقد فهمت الآن كيف ضاع النشان. فهمت أن زوجها هو الذي وجده، وأنه سر به، وأنه لعله ارتعش فرحا فأخفاه عن جميع الأنظار، وأنه خلى إليه خفية يتأمل وجه ابنته الحبيبة
في حب لا حد له دون أن يرتوي من النظر فيه، وأنه لعله فعل ما فعلته الأم المسكينة فحبس نفسه يتحدث مع عزيزته ناتاشا ويتخيل أجوبتها ويجيب عليها، وأنه في الليل وقد أمضه القلق خنق تنهداته في صدره وداعب الصورة المحبوبة وأغرقها بالقبل ودعا بالغفران لتلك التي يأبى أمام الجميع أن يراها ويصر على أن يلعنها. إذن ما زلت تحبها يا عزيزي؟ بهذا هتفت آنا أندريفنا دون أن تستطيع كبح جماحها أمام هذا الأب الصارم الذي كان منذ دقيقة يلعن ناتاشا، ولكنه ما أن سمع صرختها حتى لمع في عينيه غضب مجنون، فتناول النشان ورماه بقوة على الأرض وأخذ يدوسه برجليه في حنق محموم. قال وهو يلهث من انقطاع أنفاسه: لعنها الله، لعنها الله لعنة أبدية أبدية. فهتفت العجوز الطيبة تقول: يا إلهي، يدوس ناتاشا، يدوس وجهها الصغير، يدوسه، طاغية، صلف، قاسي القلب، مغرور. فلما سمع العجوز امرأته توقف كالمجنون مذعورا مما فعله، وفجأة تناول النشان عن الأرض وهرع يخرج من الغرفة، ولكنه ما إن سار بضع خطوات حتى سقط على ركبتيه واستند بيده إلى أريكة أمامه، ثم أسقط عليها رأسه خائر القوى محطما. كان ينتحب كطفل كامرأة، النحيب يكاد يشق صدره، لقد أصبح عاجزا عن اللعن، أصبح لا يستحي من أحد، وها هو ذا ينفجر حبا فيغرق بالقبل على مرأى منا الصورة التي كان يدوسها برجليه منذ دقيقة. إن الحب العنيف الذي يحمله لابنته والذي كظمه طوال هذه المدة ينفلت الآن في قوة لا تقاوم ويحطم كيانه كله. هتفت أنا أندريفنا تقول وهي تبكي وتنحني على زوجها وتقبله: اغفر لها، اغفر لها، ردها إلى بيت أبويها يا عزيزي، وسيجزيك الله في يوم الحساب خير جزاء على تواضعك وتسامحك. فصرخ العجوز بصوت أجش مختنق: مستحيل، مستحيل، لن يكون هذا أبدا، لن يكون أبداً.